طيب احنا نسينا حالنا ان الوقت كان عم بغلبنا. بنتابع حيث توقفنا. صار عنا قلنا انه عندنا معادلتين بمجهولين بنحلهم مع بعض فبطلع عنا النتيجه التاليه. بطلع عنا انه ال K تساوي 3.32 والتي جي لل B كومبوننت B is 18.7 degrees C. الان هاي ال K لبوليمر A ثابته. هلا المطلوب الاولاني كان what value of k fits these data to equation 320. هلا بقيه السؤال هذا جزء من السؤال حليناه. الان باقي السؤال بتقول بقول ما يلي: if a اللي هو مير a forms a copolymer with equal weights of a and c. لما نقول equal weights of a and c معناها w1 تساوي او wa اللي هي 1 تساوي WC اللي هي 2 which is equal to 0.5. اللي خلطهم حكالنا بدي يخلطهم بهذا الشكل. طيب and the same K applies. الآن هذا افتراض من صاحب المسألة. What TG can be expected للكوبوليمر الجديد المكون من A و C. Okay. وأعطانا معلومة عن C إنه تي جي لس سي المير سي is minus 37. تطبيق الآن مباشر على المعادلة. هاي W1 هاي تي جي للكمبوننت A هاي W2 هاي تي جي لكمبوننت 2 كمبوننت C يعني اللي أعطيت لنا في المسألة هون. أوكي. والكي اللي حسبناها إحنا من المعلومات عن A و B وعبي نفس المعلومات تحت بطلع التي جي اوكي لا الخليط من A و C وير C له تي جي ماينس 37 اوكي بيطلع ماينس 3.4. خلص هيك حلينا السؤال يعني كسؤال. الان بنلاحظ الملاحظات التاليه انه لما كانت التي جي لكومبوننت B حوالي 19 درجه وكومبوننت A حوالي 108 لاحظوا التي جي لل A و B مع بعض بنسب مختلفة كانت بين ال 108 اوكي وبين ال 18. لاحظ هاي 75 درجة وهي 28 درجة وصرنا 28 درجة اقرب لل 18 او 19 هاي لانه نسبة ال B هون مرتفعة. الان لاحظوا لما كانوا two components are equal 50-50 بالنسبة لل A و C لاحظوا لو اخذت هون 108 زائد الماينس 37 شو بيطلعوا؟ الفرق بينهم طبعا يعني 108 اوكي يعني 108 زائد 37 شو بيطلعوا؟ 145 اوكي 145 يعني هي مش زائد المفروض ناقص ناقص 37 فبصير زائد اوكي بصير 145. اللهجه اشتغلت؟ ممتاز. طيب 145 تقسيم 2 لانهم 50-50 قلنا 50% 50% شو بيطلع؟ كانوا 70 ونص هو 75 لا مش بيطلع 72 مظبوط 72. هلا اطرح 72 من 108 لما 108 بدها تنزل بصير 108 ناقص 70 كم 72 شو بيطلع 36 درجة سي. فاذا انا بدي اخذها بس هيك انها افرج بيناتهم اوكي فبتطلع الاكسبكتد تي جي 36 واقع الحال انه الاكسبكتد تي جي كان ناقص 3
شو في شو صار عندنا؟ لأنه عندنا الفاكتور كي ما أخذناه بعين الاعتبار، لأنه في هون علاقات، في روابط فرعية بيناتهم، فهي مش لينير من غير ما تأخذ بعين الاعتبار الفاكتور تاعك. الموضوع اللي بعد كنا عم نتحدث عن الأمورفس بوليمرز، نتحدث عن البلاستيسيزيشن، لفظة جديدة. أوكي. فعسر يقول تي جي ماركس دي أنسيت أوف سيجمنتال موبيليتي فور أ بوليمر، حكينا عنها إنه لما بنرفع درجة الحرارة نوصل للتي جي من تحت لفوق، يعني عم نرفع درجة الحرارة بصير المادة طرية، المادة طرية معناها صار في موبيليتي للتشينز اللي موجودة فيها. فعند الفري فوليوم ابروتش، يعني لو افترضنا الشكل اللي في عندنا فري فوليومز فيه، one pictures the movement of the segments due to a concentration gradient or due to a stress. اوكي. طيب a segment moves or diffuses in combined manner into a vacancy or hole. هذا خلنا على vacancy hole mechanism لاش نحكي عنه كثير. طيب هذا بالنية. فمقول if we mix two materials of different TGs، زي اللي قبل شوي صغيرة حكينا عنها component A component B أو component A و C، then each is expected to contribute to the free volume of the system in proportion to the amount of material present. يصير في عندنا شوية فراغات قابل بسبب ارتفاع درجة الحرارة قابل إنه التشينز تتحرك فيها. الذين تيجي should be a linear function of composition for co-polymers. وتعرفنا على المعادلة هاي، وعلى المعادلة هاي اللي لها شروط. Likewise, if we mix polymer with a solvent. الحديث السابق كان polymer مع polymer. كان mayor A مع mayor B. هلا إذا خلينا mayor A بس بدل mayor B حطينا solvent. طبعا بيختلف polymer مع polymer versus polymer مع solvent. Or another compatible polymer. Okay. We expect TG that is the weighted average of each component حسب المعادلات اللي موجودة تحت. An important application of this principle is what we call plasticization. أول شيء شو يعني plasticizer؟ بنفهم شو يعني plasticization. أنا حكيت عنها قبل شوي صغيرة في المثال، قلنا لما خلطنا A و B أو A و C اللي صار عنا إنه نزلنا التي جي. لما بننزل التي جي معناها صارت المادة على الحرارة المرتفعة أو الأعلى فليكسبل. يعني كان بوليمر الهومو بوليمر A 108 درجات تي جي، فعلى حرارة الغرفة اللي هي مثلا 20 درجة سي، أوكي، هذا البوليمر ستيف. لما خلطناه في بي بنسب وزدنا نسبة البي وصلنا ل 28، it is still stiff. أنا بدي أشغله على 20. 28 is above التي جي، عفوا التي جي هي 20، والعشرين درجة اللي هي روم تمبرتشر هاي أقل من التي جي، إذا ما زالت المادة عندي ستيف. فقلنا طب عالجها، يا إما بزيد كمية البي أو بخلطه مع مير ثاني درجة التي جي تاعته منخفضة. فلما خلطناه مع المير الثاني بنسبة مرتفعة نوعا ما 50-50، أوكي، النيو جلاس ترانزيشن تمبرتشر صارت سالب 3.4، إذا الروم تمبرتشر أعلى من هذا الرقم. إذا أنا أتروم تمبرتشر ولعند الصفر المئوي أو السيريزي ما زالت المادة طرية عندي. هلا الطراوي هاي اللي بتعطي معنى فليكسبل بسموها بلاستيسايزي، عفوا المادة صارت بلاستيسايزد، والمادة اللي أضفناها بنسميها بلاستيسايزر. أوكي. فبالتالي بلاستيسايزر is a non-volatile solvent that usually remains in the system in its ultimate use. وبتعطي السيستم مرونة في الحركة. مرونة مش إنه liquid، لا، مرونة زي سلك الكهرباء المغلف بالغلاف البلاستيكي، لاحظوا بأخذ وبيعطي معنا من غير ما ينقطع أو ينكسر معنا. هلأ since solvent and copolymer and polymer are not chemically bound to one another، بيستخدموها external plasticizer. يعني السولفنت دخل جوا البوليمر، مش دخل، ما دخلش، بس ما في كيميكال بوند بيناتهم.
السولفنت ما بيعمل كيميكال بوند مع البوليمر، بصير سويلينج للبوليمر. هلا في المقابل اوكي، اذا عملنا كوبوليمرايزيشن زي اي و سي قبل شوي صغيره، بصير عندي كيميكال بوند، وبالتالي بصير عندنا what we call internal plasticization. فلما ضفت سي على اي في الاكزامبل السابق، سي بالنسبه لاي يعتبر بلاستيسايزر، بس اللهم نسبته مرتفعه، شو 50% انا كثير يعني، لكن انا بيجي بقول لك واحد كثير وقليل بيعتمد على اشياء. ايش بتعتمد الاشياء هاي؟ اوكي نرجع لها نروح هون على الاشياء، بعدين نرجع على الاشياء اللي قفزت عنها. نقول البلاستيسايزر سيلكشن، اوكي، سواء كان سولفنت او انذر كومباتبل بوليمر، انذر كومباتبل بوليمر بيعتمد على الافشنسي ان لوورينج التي جي، قديش بنزل التي جي. فاكتور ثاني مهم جدا الكوست. في also factors أخرى مثل odor. شو دخل الريحة؟ تذكروا إحنا عم نستخدم في حالة السولفنت، السولفنت لها ريحة، البوليمرز نفسها لها ريحة أحيانا، رائحة. فبالتالي إذا رائحتها مزعجة بصير يقول لك ما بدنا إياها. ليش ما بدنا إياها؟ بقول لك هذا بده نحط في غرفة فيها ناس، فإذا كانت ريحته طالعة إنه مشكلة. بس مثلا افرض إنه هذا بدنا نغلف فيه سلك كهرباء معلق على عمدان الكهرباء، لو كان له اودر بفرق؟ لا لا، في الاتموسفير الهواء بحركه. طيب البايو ديجريدابيليتي، الان بايو ديجريدابل، تذكروا ان في مشكله في البلاستيكس انهم وانس يو مانيفاكتشر بلاستيك واستخدامه بينتهي، يعني خلاص لعبه لولد صغير وانكسرت، شو بسووا أهل الواد للعب البلاستيك البلاستيكية اللي انكسرت؟ شو بيعملوا فيها؟ بعيدوا تدويرها. هم فاتحين مصنع إعادة التدوير، برموها يعني دكتور. برموها بالزبالة. أو بيعطوها لولد من عائلات الفقيرة اللي عنده استعداد يلعب بلعبة مكسورة، بس في النهاية حتى هذا الولد اللعبة مكسورة بيكسرها بزيادة، ففي النهاية بتروح للنفايات. هلا في النفايات بتروح على المكب. هلا البلاستيكس في أيام زمان قبل ما يصير في عنا مشاكل المكبات، المواد الصلبة إنها تصير مليانة وتكثر بالعدد والحجم وإلى آخره، كب 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 لحد ما يصير حجم الباين أوف ويست سوليد ويست كبير جدا ويبطئ له محل. فصارت الناس تفكر شو نسوي في هالزبالة هاي بجميع أشكالها، سواء كانت إندستريال ولا ريزيدنشال ولا وادبر. فصاروا يركزوا على إنه الويست اللي بدي أي شيء من صنعه في الأخير بده يوصل للمكبات المواد الصلبة، يفضل إنه يكون بايو ديجريدابل. هلأ الأكل بايو ديجريدابل، الفضلات البشرية بايو ديجريدابل، نفس جسم الإنسان بس ندفنه بايو ديجريدابل، إلا البلاستيك حتى الحديد وكذا بس مش بايو ديجريدابل، بس دي ار ديجريدابل. الحديد بصدي وبتحول لتراب، اوكي، يعني صدى الحديد هو عباره عن سيراميك، يصير يعني ماده هشه وبتذوب مع الزمن، بتذوب بمعنى بتصير بارتيكل صغيره في الحجم. الا المواد البلاستيكيه بتضلها ماده بلاستيكيه ملايين السنين. فلما كثر استخدام البلاستيكس في العالم صار الويست يتراكم ويصير جبال منه، وهذا ثابت. ثابت بمعنى ايش؟ إنه بتغيرش ليل نهار على مدى السنين، الاستيميشن لأنه يتغير ملايين السنين، يعني الحجر بتغير والبلاستيك بعده زي ما هو. فصاروا يحطوا شروط على المواد البلاستيكية إنها تكون مثلاً بايوديجريدابل، وطلع مواد بلاستيكس بايوديجريدابل. هلأ مش إنها بايوديجريدابل يعني بصير لها تحلل بيولوجي أو حيوي خلال أيام، لا، بس مثلاً إذا خلال 10 سنين الديجريدز وتتحول لمواد أولية ما عندنا مشكلة بالعشر سنين. أقول لك ما عندناش مشكلة حتى بالمئة سنة، بس المهم يكون بالأخير يتحلل ويتفكر. الفاكتور اللي بعده High Temperature Stability، خاصة إذا البلاستيسايزر أو البوليمر اللي بدنا ندخل عليه البلاستيسايزر بده يتعرض ل High Temperatures و Resistance to Migration.
الآن شو هاي المايجريشن؟ مايجريشن شبيهة بالأتومز أو الموليكول موفمنتس. موليكول موفمنتس فيها مايجريشن جوا المادة الصلبة. تذكروا إذا البلاستيك هاي مثلا هاي قطعة بوليمر. هاي قطعة بوليمر. أوكي. وداخل فيها بلاستيسايزرز حسب شكله وحجمه إلى آخره. متوزع. توزيعته هي اللي معطي البوليمر فليكسيبيليتي لأنه تيجي طبعاً هو متوزع على مستوى الأتومز. هلأ في بعض الأحيان هذا البلاستيسايزر which is a chemical material حجمه صغير بالذات إذا كان solvent بصير يمشي بصير يتحرك بصير migrate. فإذا تحرك بصير هاي المكان اللي تحرك منه لبرا صفى بدون بلاستيسايزر راح منه فصفى هذا الجزء من البوليمر ستيف راحت المادة أصلا معطيته مروني فبالتالي بتلاقي هذا الجزء هي كله كامل طري وهالزاوية هاي مثلا ميبسي معنا شو اللي صار عندنا ممكن ممكن يكون صار عندنا مايجريشن ممكن هذا الجزء تعرض لأشعة الشمس وبالتالي صار له يعني صار يعني تفاعل كيميائي عليه مش مذكورة هون أوكي. الأودر حكينا عنها فليش خشب بيكون تعرض لظرف خلاه يتفاعل أو إنه المادة اللي عامل البلاستيسيزيشن رحلت من هون لمكان آخر هاي المقصود أو جزء من المقصود بكلمة resistance to migration فبتحط الفاكتورز هاي كلها على بعض حسب أهميتها أوكي. وبتختار بلاستيسايزر مرة كنت بعمل كونسلتيشن لإحدى الشركات في الأردن هون بيستخدموا بلاستيسايزر بسموه دي أو بي مشهور جدا داي أوكتين الثالث أوكي بيضيفوه على البي في سي أوكي بيضيفوه عليه هذا إذا بلاستيسايزر والبي في سي اللي هم بيستخدموا في هاي الحالة كانوا يستخدموا البي في سي في تغليف الكيبلات الكهربائية الكيبلات مش اللي مع الراي الكيبلات اللي عليها غلاف البلاستيكي تتذكروا في البيوت مثلاً بالسوق أو كيبلات كهرباء لونها أبيض من جوا بيكون فيه سلكين أو ثلاث أسلاك برضو مغلفات بألوان مختلفة غلاف أزرق أو أسود أو بني أو أحمر وتبر الآن السؤال على الغلاف الأبيض البراني أو حتى الأغلف الجوانية ما هي بس أزرق أحمر أخضر إلى آخره هاي عبارة عن لون أو صبغة بضيفوها له الـ PVC عشان بس يميزوا السلك باللون ونحاس جواته الشركة كانوا يستخدموا الـ DOP كبلاستيسايزر للـ PVC عشان يعطيه طراوي لأن يعني احنا ذكرنا كيبلات الكهرباء بدي اياها تكون فيها طراوي عشان تطعج معي يعني تأخذ وتعطي معي فعنده مشكلة كانت انه الـ DOP سعره كان عم بطلع وبالتالي عشان ينافسوا في السوق كانوا عم بيحاولوا ينزلوا الكوست في ذلك الوقت كان في مادة بديلة للدي او بي اللي هو سيركلور ما بعرفش كيف بيكتبوها سيركلور هذا اسم تجاري كانوا اوكي فالسيركلور كان عبارة عن مادة بديلة للدي او بي وفي هناك جداول بالديتا قديش لازم تحط سيركلور عشان تحافظ على المواصفات النهائية للبي في سي اللي مطلوبة يعني احنا مش ملزمين نحط دي او بي بس انا ملزم كشركة مثلا اني اطلع بي في سي بالمواصفات 1 2 3 4 5 حقق المواصفات هاي انتهى ما في مشكلة فكان الفكرة انه نضيف السيركلور كبديل جزئي للدي او بي مع المحافظة على مواصفات المطلوبة للدي او بي طبعا هذا بيأثر على المواصفات فبدك تضيفه بنسب معينة بحيث أنك تحفظ المواصفة فكبتناهم برنامج حسابي أعطيني المواصفة وأعطيني سعر أعطيني المواصفة كان له سعر ثابت في ذلك الوقت وأنا بقول لك قديش تحط سيركلور كبديل للدي أو بي بحيث أنه يطلع البي في سي النهائي يطلع البي في سي النهائي محقق للمواصفات المطلوبة والكوست تاعه مينيموم الآن بعد 10-15 سنة كنت بزورهم زيارة أوكي. وإذا بهم هذا صار مش مرغوب
وعم بدور على بدائل اخرى، والدي او بي في مشكله فيه انه صار يدعى انه بيعمل كانسر او له اثار على الصحه، وقالوا السيلك روم بدناش اياه. ليش بدكوش اياه؟ قال سعره طلع وصار اغلى من الدي او بي. ليش سعره صار اغلى من الدي او بي؟ هذا يبدو انه صحيا ما عندوش مشاكل، هذا صحيا في له مشاكل، فصار لانه صحيا ما لهش مشاكل سعره طلع، وله علاقه في الانتاج والى اخره. فاذا لاحظوا هاي امور دايناميك، what is cheap today may not be cheap tomorrow and vice versa. اوكي، فعلى كل حال لما بدك تختار بلاستيسايزر ابتداء انا بهمني المواصفه الرئيسيه، اثره على التيجي، بدي ابتداء يعمل الشيء المطلوب منه انه يخلي الماده مرنه معي، لانه احنا في هيك حالي بهمني الماده تكون مرنه. هلا مرات بكون بهمني العكس، بدي الماده تكون يابسه. مثال تعرفوه ضربت لكم اياه سابقا، مواسير يا دكتور، مواسير المي، بس يعني ماشي مواسير مي، بس مواسير مي بتتعرضش لحرارات. تتذكروا كاسة الشاي البلاستيك؟ دكتور البوليسترين. قلنا بنستخدم بوليسترين، بس في بعض الاحيان بعض الناس اللي هم ما عندوش بوليسترين بكون عنده كاسات بلاستيك للبيبسي والاشياء البارده، بروح بحط لك شاي فيها. شو مشكلتها؟ عندنا مشكلتين فيها. المشكله الاولانيه انها غير عازله للحراره، يعني في كاش تمسكها من تحت لانه بتوصل حراره يعني زيها زي القزاز تقريبا يعني، فبدك تمسكها من ثمها من فوق. يس ولا نو؟ يس دكتور. يعني شيء بتضل تتطعوج، بتضل تتطعوج، هاي تتطعوج اللي هي تيجي بتصير طريقة لأنه حطيت فيها مي سخنة طريت. هلأ لو كانت التيجي تاعتها مرتفعة يعني فوق المية درجة سي، أوكي، ساعتها إذا تطعج ما تطعج بسبب الحرارة، تطعج مثلا لأنه الغلاف أو الوول ثيكنس تاعها رقيق. أوكي، بس في فرق بين أنها عم تطعج لأنه الثيكنس الوول ثيكنس يعني رقيق، وبين انه والله صارت طريه بسبب ارتفاع درجه الحراره. هلا على الاغلب هي كومبينيشن من الاثنين بالنسبه لكاسه الشاي اللي هي مش معده للشاي. طيب فهون لاحظوا في مثل هيك كاسه بدي التي جي تكون عاليه ولا منخفضه؟ بدي تكون عاليه. بدي تكون عاليه. اذا لاحظوا في حاله الاسلاك الكهرباء بدي التي جي تكون منخفضه، في حاله كاسه الشاي الديسبوزابل هاي بدي اياها تكون التي جي مرتفعه. اذا مرتفع ومنخفض بالاخير بتبع شو اللي بدك اياه انت من البوليمر اللي عندك. نرجع للاشياء اللي قفزت عنها وبقول لكم بي في سي از فيري فيرساتايل، استخدامه يعني شائع جدا بيكوز في تو فاكتورز، ات از كومباتبل وذ فرايتي اوف بلاستيسايزرز. ذكرت قبل شوي صغير كنا نستخدم دي او بي، غيرنا للسيركلور، بعدين راح والله اعلم لايش شيء ثالث. It is very compatible with many plasticizers، وبالتالي بعطيك flexibility في اختيار البلاستيسايزر. بعدين الفاكتور الثاني the plasticized polymer اللي هو البي في سي remains stable both physically and chemically for long periods of time. اذا هو stable. هاي طبعا بتهمني في اسلاك الكهرباء. هذه الكهرباء انا مش كل يوم الثاني بدي ابدل اسلاك، بتحط السلك وبدك تنام عليه 30 40 100 سنه قبل ما تقول والله بدنا نبدل السلك، بسبب انه والله البوليمر اللي مغلف السلك اهترى. الان انتبهوا على شغلي هون، اسلاك الكهرباء اللي في الشارع، ما بنحكي على اللي في البيوت اللي في الجدار، اللي في الشارع مغلفه ولا معراي؟ مغلفه دكتور. بدك تدير بالك، مش دقيق الجواب، صحيح بس مش دقيق، اكيد مش دقيق. المغلف اللي هو اسلاك الكهرباء اللي تيجي مجدوله جدل، يكون فيها اربع خمس اسلاك عاده اربعه ومجدولين ببعض لونهم اسود، هذا مغلف. لانه لو مش مغلف هاي الاسلاك اللي بتضرب بعض تعمل شورت كهرباء. هلا في الحارات القديمه اللي لسه هذا الاسلاك المجدوله ما وصلت لها، كيف بتكون اسلاك الكهرباء؟ بتكون دكتور سلك واحد بس. لا مش سلك واحد، اربع اسلاك بس مش متلامسات، بس مش من النوع المجدول جدل. يعني كل سلك لحاله ولونه فضي اسود.
لا مش أسود، لونه اللي أسود بيكون مغلف جواته بيكون 3-4 أسلاك. هذا البحكي يعني. لا ذاك النوع الثاني خاصة في خطوط الضغط العالي أو المتوسط خلينا نسميها اللي بين البيوت، بتلاحظ الأسلاك عندك 3 وواحد فوقهم رابع أو 4 جنب بعض، واحد منهم اللي هو نيوترال والثلاثة اللي هم الفولتج بتاع 220 عشان يعطيك 3 فاز أو سنجل فاز أو 3 فيز أو سنجل فيز. الآن هذول الأربع خمس أسلاك ما بيلامسوا بعض، إذا لامسوا بعض بيعمل شورت كهرباء دوري تفصل الكهرباء في المنطقة كلها. مرة كان عندنا جيران مطيرين طيارة تاعتي أولاد صغار هاي اللي بالحبل، ذنب الطيارة، تعرفوا الطيارات الورقية؟ دكتور نعرف. طبعا نعرف. هاي لعبة الفقارة ماشي. هوم ميد، الطيارة الورقية هوم ميد، هاي ميزتها انك بامكانك يعني ما تشتري تعملها انت في البيت، فكاينين عاملين الذنب تاعها سلك نحاس مطيرينها في خط ضغط عالي قريب علينا، سلك نحاس ضرب بين سلكين، يعني كأنه عمل توصيل الكهرباء بين سلكين، طبعا هو ضعيف السلك بنقطع، بس بنقطع بعد ما تيار كهربائي بيمشي من خلاله، لما مشي التيار الكهربائي من خلاله شبكة الكهرباء شافت شورت كهرباء، شورت يعني تلامس سلكين، فدغري فصلت الكهرباء المنطقة كلياتها وعمل زي بوم صوت انفجار. فاحنا عارفين شو السلافي يعني، بس بنحكيش ناس صغار بيلعبوا، شو عرفوا انه السلك هذا اذا وصل بين سلكين على ارتفاع 50 متر ولا 20 متر تاع خط الضغط العالي منيح، ما يعني ما ولد صغير ضربته الكهرباء، بس كل السلك الخيط اللي بربطوه مع الطيارة غير موصل للكهرباء، هاي الأسلاك القطن أو البلاستيك. المهم الشاهد إنه هاي الأسلاك اللي غير معرّة، عفوا اللي معرّة اللي ما عليها غلاف بتعيش سنين طويلة، خطوط الضغط العالية هيك بيكونوا مصنعينها، بينما التوصيل بين البيوت حديثا يعني من 10 سنين وجاي تقريبا أو 20 سنة وجاي صار يعملوا مجدول، وأول بأول بيغيروهم في الحارات، يعني أول بأول لما بيحدثوا بحطوا المجدول بدل الأسلاك القديمة. نعم يا هدى. دكتور كنت بدي أحكي عن مرة واحد مات من صاقة هاي الكهرباء، يعني فوق بيتهم، تعرف البيوت القديمة في الرصيفة؟ لا أنا بعرفش البيوت القديمة اللي في الرصيفة، بس بعرف اللي هناك. هلا هناك يعني خط يتخط ضغط يعني بمر من فوق البيوت وكتير قريب منها، قريب جدا من المباني. ففي واحد كان بنفض في قماشة، قطعة قماش تروح تخبط في السلك تبع الخط الضغط ويعني توصل الكهرباء، يعني مع انه هاي مش موصلة بس انه يعني وصلت كهرباء لانه الضغط كتير عالي، او يعني مش لانه الضغط بكون هو عم بيرفعها بماسورة حديد والحديد ضربت وهو ماسكها بالسلك فضربته الكهرباء، يعني بالأخير صار توصيل كهربائي بين الخط الضغط العالي أو سلك الكهرباء المعرة مش اللي هو ما في عليه غلاف من البي بي سي، صار في تلامس بشيء موصل للكهرباء، على الأغلب يكون ماسورة أو سيخ حديد من هذول تعون العمار ماسكه بإيده بشبك برفع بهالخيمة ولا whatever ولامس السلك وهو ماسكه فصعقته، وهذا تذكر وهاي خطوط ضغط الفولتج فيها عالي يعني ضربتها قاتلة، نتحدث احنا عن فولتج اسمها ضغط عالي اصلا. طيب بدي اتوقف عند هذا الفقر ومنتناقش فيه ان شاء الله في المحاضرة المقدمة. يعطيك العافية. السلام عليكم. الله يعافيك دكتور. يا هلا.